وأخيرا وليس آخرا الحراك الشعبي. هذا الحراك، وهذه كلمة أقولها وأنا مسؤول عنها، تفوق تغلب على السلطة وأنصار العهد الخامسة بشيئين بقيمتين، تفوق بالوعي والسلمية، وتفوق بالوحدة. ضيعنا الزوجة اللي هي الوحدة، انقسم الحراك عنده مدة، كل واحد له حراكه الخاص، ولكن لا داعي لتضييع القيمة الأولى اللي هي الوعي والسلمية. حتى واحد ما قال على الحراك أن يتوقف، ولكن تعليق الحراك لأنه يشوف روما وميلانو وباريس وكل عواصم ومكة، يعني كاين أكثر من مكة، واليوم أيضا المسجد الأقصى، أماكن دينية، أماكن تاريخية، أماكن سياحية، كل الناس في بيوتها، كل الناس اقعد في دارك، هذا هو الهاشتاج اللي راه داير حالة الآن في مواقع التواصل الاجتماعي، اقعدوا في دياركم، لا داعي لكل هذه الخرجات والسياحة واللقاءات بدون هلع وبدون تخويف، ولكن الوقاية أفعال وليست أقوال.